لانه هم ما اختلفوا اطلاقا. مش صحيح ولا واحد فيهم بيختلف، لكن العبرة كيف نخدع الناس ونقودهم للهزيمة، كيف نخدعهم ونقودهم للهزيمة. الان الامة اذا ما كانتش محصنة من جهة ايش؟ انه مش عارفة اللي بيقودني هذا عدوي هذا، ولا هو الامة؟ هذه الامة اللي ممكن تكون تطورت. ايش يعني ماليزيا؟ ايش ماليزيا كانت لما استلم مبارك؟ ماليزيا مش قلنا بقت دولة متخلفة لما استلم مبارك؟ وين ماليزيا الان؟ وين مبارك؟ مصر وين هي؟ الصين في 47 لما كانت بلد متخلف وقامت ثورتها، مصر كانت بلد متطورة كثير بالنسبة للصين. وين الصين؟ وين مصر؟ ايش اللي بصير قاعد؟ طب والشعارات هاي كلها ايش اللي بصير؟ طب ليش ما بتسلموا الامة؟ ليش ما بتسلموا الامة السلطة بحيث ما يكونش في مجال لاي فساد، او حتى لو كان في جاسوس على رأس الدولة بتحاسب؟ هات لو اجى الان في اسرائيل جاسوس بحكمها على رأسها، جاسوس ضد مع العرب، ما بقدرش يعمل اشي لانه مش هو اللي بتصرف، في مؤسسات. هدول كلهم بدون استثناء ليش كانوا برفضوا يكون في مؤسسات في الدول، مع انه العالم كله حتى في افريقيا المتخلفة صارت الشعوب تختار حكامها. هدول لا، هدول لما الشعوب قامت بدها حريتها عم بقتلوها. مش بيجي بيقول والله انا بدي خوف يعني انه الدماء وتداخلات خارجية، خلينا نرتب الامور بحيث ما يصيرش. ايش يعني يرتب؟ يعني بنعطي الناس الحكم. ليه؟ لا، بيقتلوا الناس الان وبيجيبوا الناس من برا مشان يقتلوا شعوبهم. في سوريا بيجيبوا روسيا تقتل الناس، تمام؟ وفي العراق بيجيبوا برضو من يقتل الناس، تمام؟ لكن الان شوفوها، لكن الان استلمت الشعوب المبادرة. ايش استلمت؟ اولا هذول مكشوفين، اصبحت الامة امام الحقيقة. ايش الحقيقة؟ هذول هم ما تغيروا لا من قبل 48 لا عند اليوم، ما تغيروش اطلاقا. طب كيف؟ ما هم اشبعونا كلام. الاسد لعلمكم، الاسد الاب وهذا امر معروف تماما، الاسد الاب اعلن في راديو سوريا عن سقوط الجولان في 67 مع العلم انه الجيش السوري كان لا يزال في الجولان. اعلن سقوطه في الراديو، وهذه قضية مشهورة، كل من عاش في سوريا بيعرف انه الشعب كان يقولها، انه الاسد الاب اعلن سقوط الجولان قبل سقوطها، اعلن سقوط الجولان والجيش السوري لا يزال في الجولان. والا انا كيف بدي اصدق لما بشوف بعيني 6 ايام وانا شايف هيو غزة هيها بتقاتل، واليهود مش قادرين يقتحموا، وبيجوا من الاطراف وبيستخدموا قوة هائلة وتدمير هائل، وشعوب، لانه الان الشعب هو اللي بيقاتل، والشعب هو اللي قرر انه يتسلح، وهو اللي قرر انه يبدع ويصنع، واللي عندهم المليارات بيضيعوها بيجيبون اسلحة، وفي النهاية ضد الشعوب. اذا الامة بدأت تتغير. ولكن الان الاعلام بيلعب فيكم، الان الاعلام بيحاول يفهمكم انه ديروا بالكم اذا بدكم تخرجوا على سياسة هدول الناس، تتقتلوها تتدمر بيوتكم، بتصير فيكم. ليش هو وانتم موجودين شو صار فينا؟ ما شفناش منكم في يوم من الايام قتال لاعداء الامة بدل على رجولة وشهامة، وانكم انتم تنتموا للامة. ما قاتلتوش بحيث تقنعوا الناس انه حصل بمعنى الكلمة. وبالتالي شوفوا الان استلمت الشعوب المبادرة، هذه القضية لن تنتهي وترجع الامور زي ما كانت. والجميل انه هذول الزعماء كلهم طلعوا على السطح واذا بهم اسفل اهل الارض، يعني طلع الاستعمار اكثر اخلاقية وبتقدر توثق فيه اكثر منهم هم.
الاستعمار لحدود يعني بمصالحه لحدوده في النهاية بيقول لك يعني هذه شعوب برضو يعني هذول مستعدين يقتلوا الناس ويبيدوها بس يظلهم موجودين. هذول مش مسألة كراسي بس، مش مسألة كراسي بس، هذول موظفين وكاين إعلان الاستقلال كذبة. ولا ليش بيحرصوا هم ما ننتخبش إحنا؟ ليش بيحرصوا ما ننتخبش إحنا؟ ليش كل شعوب الأرض بتنتخب وإحنا أوعى من كثير من شعوب الأرض، شعوب العالم العربي أوعى من كثير. ليش يعني إحنا ممنوعين نختار؟ كيف تختار أنت؟ تختار أنت، تختار يا خطير أنت، واضح؟ وبالتالي لازم الآن يعني المسألة خلص هذه. إذا هي نعمة الآن اللي بيصير الآن نعمة، لأنكم أنتم بتقولوا هي شو هالحكام هذول اللي قبل كانوا أحسن، اللي قبل كانوا أحسن، ليكون مبارك كاين أحسن من السيسي. أنا قال مبارك أحسن من السيسي، مين اللي قال؟ مين اللي قال إنه بيختلف يعني؟ فهون إذا بدنا نظلنا مخدوعين والله الحاكم الفلاني أحسن من الحاكم أحسن في إيش؟ في قدرته على التخفي يعني، أحسن يعني في قدرته على الخداع. أنا بدي أشوف على أرض الواقع، أنا هيني شفت واقع في غزة و2012 و2014 وكل مرة أفضل من اللي قبلها، مع العلم في حصار. ومين اللي محاصر؟ اللي مش جوا سيس قال 2008 أنا قلت 2008 2008 2012 2014 طب 2022 ايش بكون؟ شوفوا لن تتراجع الأمة، الشعوب استلمت لأنها الآن، وهذا اللي كان مطلوب. المطلوب تعرف الشعوب الحقيقة، الشعوب بتعرف. بتقولوا لي بس احنا من لاقص عليك مش عارفين، احنا بنصطدم في حياتنا بس عليك مش عارفين. لا، لأنه في ناس منتفعين. ليش؟ ليش لما قلت لكم شاور، شاور كان يقاتل مع الصليبيين ضد نور الدين، تمام؟ معوش جيش شاور من المسلمين اللي بيجوز في رمضان بصومه؟ كان معه ولا ما كانش معه جيوش؟ طب بلاش شاور، اللي جانا من مكة شو اسمه؟ الشريف، شريف حسين، كانوا معاه عرب ومسلمين يقاتلوا ولا ما كانوش؟ قاتلوا مين؟ قاتلوا مع بريطانيا والدول الحلفاء، يقاتلوا الأتراك. بلاش الأتراك، احنا في الحرب العالمية بريطانيا جيشت من الشعوب العربية ولا ما جيشت؟ وقاتلوا. اذا على فكرة في من الشعب نسبة ساقطة، ساقطين هذول، بقاتلوا مع اي واحد، ساقطين انتو. اذا كنا احنا نقاتل تحت لواءهم في، اذا بدك تلاقي من يقاتل تحت لواء السيسي؟ طب ما هو تحت لواء بريطانيا قاتلوا. وممكن يقاتل امتك كمان، ليبيا، الجزائر، مغرب، قاتلوا. ولعلمكم عبد الكريم الخطابي هزم الجيش الاسباني واجتمع عليه جيشين، اجتمع عليه جيشين، جيش اسباني جيش فرنسي. عبد الكريم الخطابي استقل 5 سنين في الريف المغربي، هزم الجيوش هاي كلها. اذا هذول الجواسيس لو بدهم في الارض المقدسة يقاتلوا، مين اللي بيحتل؟ طب ما دول العظمى، عمر المختار وعبد القادر الجزائري مش بعاد، هاي هم قراب، وما كانش بيملكوا السلاح اللي بتملكوه انتو يا جيوش عربية، ده ما كانوش يملكوا. عبد الكريم الخطابي يهزم دول عظمى تجتمع عليه اكثر من دولة، ما اسبانيا كانت عظمى في حينها، تمام؟ وكانت أسلحة، فيش تكافؤ، هزمهم في أكثر من معركة، واستقل في الريف المغربي 5 سنين. ها؟ تنوا في الأخير قضوا، بعد قديش يعني؟ بعد كم سنة؟ وبدكم تصدقوا هدول اللي هربوا ب6 ساعات؟ بدكم تصدقوا هدول اللي حاربوا 8 أيام وسلموا البلاد؟ مين هدول؟ مين هدول؟ أما عادل المخدوع الآن، أكثر الأمة الآن عرفت الحقيقة. كل الشعارات كلام كاينة. والبطش بالشعوب هو الاساس كاين، وهذول بدهم يمنعوا اي تقدم لنا، لانه اخطر امه بيراها الغرب في الكره الارضيه اللي ممكن تكون هي بديل عن حضارته هون، هون والعرب بالذات. اذا انتم تتفاجئوش، انا قصدي ما تتفاجئوش، الامور تمام طالما الناس اصبحت واضحه امامهم الخطه، طالما اصبحت واضحه الامور ثقوا تماما ستنتهي صح. الشعوب ما ممكن تسكت، ولذلك كل يوم تتفاجئوا انتم بردودها.
بردود فعله. الآن مثلا على فكرة مثلا في سوريا لاحظوا كل العالم شايف الطائرات، الطائرات تلقي البراميل المتفجرة على المدن وبيمنعوا الشعب السوري انه يستورد مضادات، بس بدناش طيارات. شفتوا المؤامرة؟ كن قال لك الاسد تآمروا عليه لانه ممانعة، ممانعة. طيب لو تآمروا عليه كان بس على القليلة بيسمحوا بمرور المضادات بس مش اكثر، لا بدهم لا. ولذلك لاحظوا الان هم بدأوا يبدعوا، ممتاز، زي ما صار بغزة بالضبط. كيف الان بيخترعوا قاعدين الطيارة، هاي طيارة وغواصة يخترعوا وصواريخ، والجواسيس شو كانوا يعملوا؟ لانه مهمتهم يستوردوا، ممنوع تصنع، ممنوع تصنع، استورد انت ولا ولا هالمليارات هاي اللي بتيجي من بترول وغيره لا يكون تظل بعبك انت، حتى لو وفرت بتحطها عندنا في بنوكنا. طبعا ليش هو بيقبل؟ لانه اصلا كل هالأبهة اللي هو فيها والتفاصيل، لانه هم بيحموه. ولكن خلاص انتهى الموضوع. الان الغرب لعلمكم، الغرب اعجز من انه يوقف في وجه الشعوب، اعجز من انه يوقف الغرب كله الان، لو بده، لو بده الغرب الان اعجز من انه يوقف. خلاص طالما استلمت الشعوب الامور على فكرة راح تشوفوها كل يوم راح تكبر، راح تكبر. لذلك راح تشوفوا الامور. ليش؟ لانك الان انت العالم كله خذلك، ما فيش الا انت. طيب انت عندك قدرات انت، وهذا وهي اللي حصل في غزة بنفس الطريقة، بتشوفوها بنفس الطريقة، هذا راح تشوفوه في كل محل. والمسألة، والمسألة لما الأمة بتتحرك وبتقدم تضحيات معناته الخلاص قادم، تتراجع مش ممكن تتراجع. طب نترك مجال الآن.